بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي اللي متفرع منه الشارع اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. ده شارع رئيسي عرضه 60 متر. ده كده الشارع اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. ده الشارع عرضه 10 متر. عمارة النهاردة تقريبا سادس او سابع عمارة تقريبا. ده كده شكل العمارة اهي من بره. ده برج 12 دور، 12 دور وارضي. نبدأ نخش المدخل بتاع العمارة. مدخل عمارة اهو، السلالم بتاعته كلها رخام، الجدران رخام، السقف بتاعه جبسن بورد بالديزاين اللي حضراتكم شايفينه ده، وفي عندنا اسانسير قدام حضراتكم اهو. نبدأ بقى يا جماعة هنا كده نشوف الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة مساحتها 120 متر صافي، 3 غرف ورسبشن ومطبخ وحمام. دي كده شكل الشقة اهي، احنا كده على باب الشقة. عندنا يا جماعة من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها ان الدور هنا على شقتين بس. ده طبعا بيبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه للاسانسير، ما بيبقاش فيه هلك كتير للاسانسير. ده شكل الاسانسير اهو، ودي شقه، ودي هنا كده الشقه بتاعت النهارده. اول حاجه هنا عندنا عداد كهرباء قديم اللي هو القرص. عداد الكهرباء اهو من اهم الحاجات اللي بتبقى في الشقه. والغاز على باب الشقه يا جماعه، ده الغاز اهو داخل لجوه في الشقه على التقديم بس، مجرد ما بتقدم الشركه بتيجي تركب لك على طول. نبدا نخش الشقه بتاعه النهارده ونقول بسم الله ما شاء الله. نخش برجلنا اليمين. اول حاجه عندنا باب مصفح، ده باب مصفح اهو. الشقه يا جماعه تشطيبها سوبر لوكس، شقه جديده. ده كده ريسبشن ياخد قطعتين مستريح جدا، بس طبعا هنا اصحاب الشقه عاملينه قطعه واحده، بس هو ياخد قطعتين ما شاء الله. عندنا هنا كده طرقة التوزيع طالعة بمستوى تاني اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والحمام. الشقة يا جماعة تشطيبها سوبر لوكس. تعالوا أول حاجة كده نشوف الريسبشن ونشوف بيبص على إيه. ده كده ريسبشن أهو. ده كده الريسبشن بيبص على الشارع ال 10 متر، وطبعا الفيو قدامك مفتوح، مفيش حد جرحك، العماره اللي قدامك مش طالعه، باينه اهي. او اخرها لغايه تحت كده. فانت قدامك مفيش حد قدامك خالص، مفيش حد جرحك، تقعد براحتك تفتح شبابيكك براحتك. دي من الحاجات اللي بتميز الشقق اللي هي الخصوصيه. بدا كده اول حاجه معانا اللي هو الريسبشن. بنذكر بعض برضو بالبيانات كل شويه، الشقه 120 متر صافي. 120 متر صافي. نخش هنا كده على أول غرفة. دي أول غرفة أهي. دي تقريباً يا جماعة مساحتها 3 متر و60 سنتي في 4 متر و20 سنتي تقريباً. ما شاء الله التهوية بتاعتها جميلة جداً. والتشطيب برضو مش هتصرف عليها جنيه. ده كده شباك أهو، هوريه برضو لحضراتكم. برضو ده بيديني تهوية حلوة، مفيش حد قصادي. مفيش حد قصادي أهو، مفيش أي حد. بعد كده هنا بنيجي على البلكونة. دي البلكونة اهي. بلكونة ما شاء الله مساحتها حلوة، واخدة ترابيزة اهي وكرسيين، ومعمولة برضو بالسيراميك الجميل ده اللي مديني شكل الحجر. والفيو قدامي مفتوح. ده برضو الفيو اهو. وده كده الشارع العشر متر اللي احنا جايين منه من تحت. وده هنا الفيو بتاعنا. مفيش حد قدامك خالص. يعني لما تقعد هنا كده تصحى الفجر كده تشم شوية هواء نضاف حلوين ومية مية، وتقعد على الترابيزة وتشرب قهوتك ومزاجك حلو. ده كده اهو التشطيب بتاع البلكونة. ما شاء الله يا جماعة الشقة تشطيبها حلو جدا.
مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. كده خرجنا تاني على الريسبشن اهو. يلا بقى نخش نشوف المستوى التاني من الشقه اللي هي طرقه التوزيع والغرف والمطبخ والحمام. ده كده يا جماعه التشطيب باين قدام حضراتكم اهو. هنا برضو معمول نفس السيراميك بتاع البلكونه اللي هو مديني شكل الحجر الجميل ده. هنا كده يا جماعه عداد الغاز اهو، او الماسوره بتاعه الغاز. دي ماسوره الغاز اللي جايه من قدام باب الشقه اللي انا وريتها لحضراتكم دلوقتي من بره. دي بمجرد ما بتقدم الشركه بتيجي تركب لك على طول. طبعا شفنا غرفه بره، ودي هنا كده الغرفه الثانيه. دي تاني غرفه اهي، مساحتها تقريبا نفس غرفه، نفس مساحه الغرفه اللي احنا شفناها الاولى. برضه 3 متر و60 تقريبا في عرض 4 متر و20 في الحدود دي كده. وبرضه الفيو بتاعها على الشارع الجانبي هوريه لحضراتكم اهو. ما شاء الله يا جماعه التلات غرف مساحتهم حلوه. ده الفيو اهو. برضه فيو مفتوح مفيش حد قدامك. بصوا يا جماعه الغرفه ما شاء الله واخده سريرين 120 مرتاحه جدا. مساحتها حلوه، دي تعتبر الغرفه الصغيره كمان. يعني ما شاء الله التلات غرف كبار. نبدأ نرجع تاني كده. نخش نشوف المطبخ والحمام، وبعد كده نرجع نشوف الغرفة التالتة. ده كده الحمام اهو. برضو يا جماعة ما شاء الله التشطيب حاجة نظيفة جدا. السيراميك ده فرز اول. فرز اول. ودي عندنا اهو الغسالة الاوتوماتيك. طبعا الصرف بتاعها موجود ورا. وده البانيو اهو. يعني الحمام ما شاء الله مساحته مرتاحة جدا. نشوف برضو موضوع المية اللي بقول لحضراتكم نتأكد منه. المية شغالة وكويسة ومية مية. برضو النقط التانية برضو اللي بقول لحضراتكم نتأكد منها دايما برضو موضوع السقف. ده السقف اهو مفيش فيه اي مشكلة، مفيش اي مية ناشعة ولا اي حاجة. دي من الحاجات الكويسة جدا اللي احنا نتأكد منها واحنا بنشتري اي شقة. نبدأ نخش على المطبخ. ده المطبخ اهو مساحته تقريبا 2 متر 70 في 2 متر 70 تقريبا. برضو ما معمول ما شاء الله كويس، متقسم كويس جدا اهو. برضو السيراميك فرز اول. السقف برضو مفيش فيه اي نشع ولا فيه اي حاجة. ده كده الحوض اهو، الحلة دي تركي بالرخام ده او الجرانيت ده. ده كده المطبخ والحمام. نخش بقى نشوف الغرفة التالتة. دي كده يا جماعه الغرفه الثالثه اهي. دي طبعا تعتبر اكبر غرفه فيهم. برضو العرض بتاعها هنقول 3 متر و20، ممكن تجيب 3 متر ونص تقريبا يعني. والطول بتاعها حوالي 5 متر. حوالي 5 متر. ده كده شكل الغرفه اهو. برضو الفيو نفس الفيو، بس انا معلش مش هفتح الشباك لان المكيف شغال. هوري بس لحضراتكم كده اهو. ده الفيو برضو اهو، الفيو مفتوح. ده كده يا جماعه شكل الغرفه اهي. التشطيب بتاعها الجميل ده، واخده سرير 160 مرتاح. ده كده شكل الغرفه. نراجع مع بعض البيانات مره ثانيه. الشقه مساحتها 120 متر صافي، 3 غرف وريسبشن ومطبخ وحمام. الشقه مستويين. شقه تشطيبها سوبر لوكس، فيها عداد كهرباء قديم اللي هو القرص، والغاز على باب الشقة. الشقة عنوانها فيصل الطلبية، جانبي من ميدان الساعة. الشقة في الدور العاشر، البرج 13 دور، وفي أسانسير، وكل دور فيه شقتين. الشقة مطلوب فيها 460 ألف. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.